حالة مبادرة حياة كريمة واحدة من المبادرات المهمة جدا اللي حققت تغيير حقيقي على الأرض في حياة الناس اللي عايشين على الأرض دي في محافظات مصر مختلفة، خصوصا القرى اللي كانت بتعاني مش هقول بس من نقص الخدمات الأساسية، ساعات انعدامها. ساهمت في الفترة الأخيرة في تنفيذ عدد كبير من المشروعات الخدمية والتنموية وإدخال الخدمات الأساسية. لما نتكلم على صرف صحي، مية شرب، مرافق، حاجات أساسية عشان البني آدم يعيش بكرامة، وده لعدد كبير من القرى على مستوى الجمهورية. كان آخر يعني إنجاز اللي تابعناه في افتتاح الرئيس السيسي لمشروعات قرية سدس الأمراء بمحافظة بني سويف. من بين المحافظات اللي كان ليها نصيب كبير في أعمال التطوير كانت محافظة القليوبية، واللي بلغت نسبة إنجاز مشروعاتها 84.6%. النهارده أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن نسب إنجاز المشروع في مركز شبين القناطر، وأعلى نسبة تنفيذ كانت لصالح قطاعات زي نقاط الشرطة، البريد، وحدات الإسعاف، محطات المياه، الصحة، تجهيزات طبية، مياه الشرب، كباري الري، الوصلات المنزلية، مراكز الشباب، المدارس، المجمعات الزراعية، المجمعات الحكومية، الصرف الصحي. يعني بنتكلم عن أساسيات الحياة عشان نقدر نسمي ده مكان يعيش فيه بشر. الحقيقة أنها انتهت بنسبة 100%. خلينا نعرف أكتر عن دور وجهود مبادرة حياة كريمة من الأستاذة مروة فخري، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، تنضم لينا عبر زوم. مساء الخير يا أستاذة مروة. مساء النور على حضرتك استاذه شيرين. اهلا بيكي. يعني ما شاء الله انجزتوا نسبه كبيره جدا، حاجات اساسيه علشان الناس تعرف تعيش كبني ادمين. اولا ال 84.6% من المشروعات المستهدف ليها ان شاء الله ان احنا نوصل ل 100% بادخال كل وتفعيل كل الخدمات، حققتوا النسبه دي في فتره قد ايه؟ طبعا احنا الاول بنحب نعبر طبعا عن مدى امتناننا للمبادره الرئاسيه حياه كريمه اللي فخامه الرئيس تفضل بيها علينا للقرى الاشد فقرا في مصر كلها. احنا بنتكلم في ان احنا بدانا نشتغل على المرحله الاولى بقالنا اكثر من حوالي من تقريبا 2019 تقريبا. تمام. احنا برضو بنقول انه يعني استباقا للكلام ان احنا زي ما بنقول ان احنا نسب الانجاز فاقت في حاجات كتير جدا، ال 90% وقربنا من ال 100% زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، زي نقاط الشرطه والبريد والمدارس والمجمعات الحكوميه، المجمعات الخدميه وحدات الاسعاف، المجمعات الزراعيه وكباري الري، مراكز الشباب والرياضة ومياه الشرب. كمان احنا عندنا وصلنا لفوق ال 80% في تبتين الترع والصرف الصحي والوصلات المنزلية، فوق ال 70% في محطات المياه ومحطات السكك الحديدية. فيعني احنا بنتكلم في انجاز حقيقي على الارض. طبعا كل المواطنين اللي موجودين في قرى حياة كريمة لامسين ده. احنا كمان مش بس بنتوقف عند الانشاءات وان احنا نسلم الوحدات والمنشآت دي لأهل لجهات المدن الولاية والقرى من دي. الوزارات المختلفة. لا احنا كمان بندخل نشتغل على بناء الانسان جوه القرية، صحيح. لان من غير بناء الانسان جوه القرية مش هنعرف نحافظ على المكتسبات بتاعتنا. احنا بنتكلم على مكتسبات للمبادرة من غير ما يبقى الإنسان فاهم هو إيه اللي تقدم له، هو بيحصل إيه على الأرض عشان يقدر يعيش حياة كريمة، مش هيقدر يحافظ على ده. عشان كده صحيح. بتدخل مؤسسة حياة كريمة لبناء الإنسان، سواء بمبادرات زي مبادرات إنت الحياة تحت شعار حياة كريمة في البلد، بنساعد بيها. إحنا وصلنا إن إحنا نساعد بيها فوق ال 300,000 مستفيد. في قطاع التعليم بنطور المعامل التكنولوجية بالمدارس كلها بمساعدة شركاء خارجيين زي فودافون ووزارة الاتصالات. وصلنا لعدد مستفيدين يفوق ال 300,000 مستفيد. بنتكلم إن في مبادرة التعليم حياة
بنعمل مبادرة أشبال مصر الرقمية، شركاء فيها بنسبة 300 مدرسة. بنعمل دعم غذائي، لأنه من غير ما نوفر الدعم ده للمواطنين اللي القاطنين في هذه القرى، مش هيبقى فيه فعلا يعني إحساس بالأمان. فبنبدأ نعمل لهم دعم غذائي نعم مستمر. طبعا الأرقام اللي بقولها لحضرتك دي أرقام خلال الشهرين المنقضيين فقط، مش أعمال المؤسسة ككل طب بما يعني. ان حضرتك اتكلمتي على الانسان، لازم هنا اشير الى انكم بتستعينوا بمتطوعين من اهل القرى دي عشان يحسوا ان هم دي حاجتهم وهم تعبوا فيها واشتغلوا فيها وفي الاخر رجع لهم هم. فيعني برضو اهميه جذب عناصر من اهل القرى اللي بتشتغلوا فيها هم يكونوا شركاء معاكم، قد ايه برضو بتفرق؟ طبعا يعني احنا يعني حياة كريمة الحمد لله بتتميز بان هي عندها قاعدة كبيرة جدا من المتطوعين على الارض. المتطوعين دول زي ما حضرتك تفضلتي استاذة شيرين وقلتي ان هم بيبقوا من اهل القرى، بالتالي بيقدروا ينقلوا كويس جدا احتياج القرية وسكانها من كل الخدمات اللي بتبقى متاحة عندنا في المؤسسة. بيقدروا يبينوا كمان نسب الإنجاز الحقيقية اللي تم تشغيلها على الأرض للمشروعات القومية اللي احنا بنتابعها. كمان المتطوعين دول مش مجرد متطوعين بس، يعني احنا دلوقتي عندنا 14,000 متطوع بشكل أساسي في حياة كريمة، نعم غير المتطوعين اللي بيبقوا على مشروعات معينة. المتطوعين دول كلهم كمان بياخدوا برامج تدريبية متخصصة حلو زي برنامج فاليو اللي أطلقته المؤسسة، اللي بيشتغل على إزاي نرفع سمات الشخصية وإزاي يستفيد ويحقق مزايا مهنية، إزاي نعلي في الشباب روح التطوع والانتماء، وإزاي يبقى شايف إيه هي المميزات اللي بيحققها من التطوع في المؤسسات العمل الأهلي. صحيح طبعا يعني غير إن إحنا بنتكلم في إن إحنا كلنا بنشتغل تحت مظلة حلم كبير هو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لأنه من غير المظلة اللي بتخلينا كلنا نشتغل في نوع من أنواع التناغم الشديد بين كل المؤسسات، ما كناش هنعرف نحقق كل الإنجازات دي الحمد أكيد. لله على الأرض. إحنا بنتكلم على نقاط شرطة، بريد، وحدات إسعاف، محطات مياه، يعني واضح إن الشغل زي ما بيقولوا إيه فتح في جبهات كتيرة جدا. لما بتدخلوا قرية ما وأنتوا عارفين إن في عندها احتياجات كتيرة جدا في حاجات كتيرة جدا، تنظيم العمل هنا يعني الأولويات بتتحط إزاي؟ هل بتشتغلوا يعني واحد اتنين تلاتة، ولا في حاجات بتبقى بشكل متوازي لأن لازم تفتحوا في أكتر من حاجة؟ وهل في أي يعني مشكلات بتواجهكم في إن أنتوا تلتزموا بقى بمواعيد معينة علشان تنتهوا من هذه الأعمال لما الحكاية بتفتح معاكم على جبهات كتيرة يعني، ولا بتنظموا العمل إزاي؟ طبعا العمل في المبادرة يعني وفق المبادرة دي تبقى في طبعا لجنة تيسيرية تحت رئاسة دولة الرئيس مع رئيس الوزراء، بتبقى هي المنوط بيها تنظيم العمل والخطة. وطبعا اللجنة دي بتبقى شاملة جميع الوزارات المشاركة في المبادرة، نعم وتقريبا كل الوزارات اللي موجودة في الحكومة بيبقى. واحنا كحياة كريمة كمؤسسة حياة كريمة عضو في اللجنة دي، بيبقى في خطة موضوعة بنبدأ نشتغل عليها، وبيبقى في تداخلات. بيبقى طبعا في تداخلات، ينفع لازم في أعمال بتدخل وأعمال بتبدأ تخرج عشان التانية تدخل وراها، فدي بتبقى عملية كبيرة جدا من التخطيط. ما بيتمش بس مجرد وضع خطة عادية، لا، ده دايما بيبقى فيه نوع من أنواع الرسم للخطة كاملة للمنطقة عشان نعرف ازاي هندخل وازاي هنخرج، وخصوصا ان طبيعة القرى حضرتك طبعا عارفة بتبقى شوية الطرق ضيقة، صحيح عمليات الحفر فيها بتبقى صعبة، طبيعة التربة نفسها بتبقى صعبة شوية في ان احنا ننفذ فيها مشروعات بنية تحتية. ف
فطبعا دي اعمال اللجنه، وطبعا بيبقى بتنفيذ من الشركاء الاساسيين في المبادره، المنفذين للمبادره طبعا في عدد اللجنه. القرى او عدد المستفيدين من هذا التطوير للقرى في تحت مظله مؤسسه حياه كريمه، بنتكلم في تطوير قد ايه، عدد قد ايه تقريبا من القرى، وحققنا على الارض شغل في قد ايه من العدد ده، من اجمالي العدد. يعني احنا بنقول ان احنا اشتغلنا في قرى حياة كريمة في الجيزة، فيها مركزين، في الفيوم في مركزين، في بني سويف في مركزين، المنوفية مركزين، الاقصر مركزين، اسوان 3 مراكز، المنيا 5 مراكز، قنا 5 مراكز، البحيرة 5 مراكز، اسيوط 7 مراكز، وسوهاج 7 مراكز. فاحنا بنتكلم طبعا في عدد كبير من المراكز اللي شملها التطوير لحياة كريمة، مع الاعتبار كمان انه احنا لاول مرة في مصر نشوف على الخريطة ان الدولة بتولي القرى والنجوع والتوابع الاهتمام الكبير ده. يعني كنا دايما نسمع انه التطوير بيبقى على مستوى مركز او مستوى المحافظة، انما فكرة إن التطوير يبقى على مستوى النجوع والقرى الصغيرة والتجمعات السكنية، دي حاجة يعني قامت الرئيس يعني يعتبر استحدثها من سنين طويلة في مصر، ما كانش فيه تطوير للقرى والنجوع. كمان نقدر نشوف من التحليل ده إن تقريبا محافظات الصعيد أخذت قاسم كبير جدا من اهتمام المبادرة الرئاسية لحياة كريمة، وده برضو كان دايما بنشوف ان اهالي الصعيد كانوا دايما بيعانوا من التهميش صحيح، من ساعة تولي فخامة الرئيس. احنا شايفين ان طبعا الصعيد تم له إحياؤه الأولوية يعني. القصوى في التطوير. يعني أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذة مروة فخري، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة. الشكر موصول لكل من يعمل في هذه المؤسسة وشركائهم في النجاح، لأن في النهاية كل مواطن مصري يستحق في كل بقعة على أرض هذا الوطن حياة كريمة بالتأكيد يعني.